يعتق. طبعا صباح الخير. صباح الخير عيشة. هاك لله. بسم الله. تي كي درتي ليها؟ درتي ما سميتي؟ عينا نقلبوا عليك في المارشيكري وما لقيناكش. على انا مسالية؟ رانا مشيت فطرت ولاد بنتي وديتهم من المدرسة وعاد جيت للسوق. تضربي عاد شي افلام في شكل ولا لا عرفتي شي بلاد كتقاداش اختي وصافي في ساعتين الكاس وانا ما عليا شغل نشريو نعناع واتاي والسكر وصايبو اتاي حتى الكاس نجيبوه ها هو ما طلبتي على الموجه هاري اختي الله يفك الله يفك لنا معاك بخير صافي ولا زيد اختي ربيع شهيتها شي نهار تجيبي لنا شي طرح المسمن شي بغيريرات شي زلاك السفنج والله حتى تبقى جيعانه يلا عافاك عيش عطيني الكاس الله يعطيك الصحه راسي راه مشقوق عليا قولي لي حليمه ما كايناش شي مرا باغا تزوج بنتها داكشي ديال الزرود دجاج المدخمر السبه لحم بالبرقوق دابا نسولك المقدم ويعطيك الخبار حليمه حليمه لا سميره على السلامه صباح الخير والربح صباح النور هنا لا سميره كاع داكشي اللي وصيتيني عليه جبته كله بي والله ما فيه الدواء صحك صحتك سعيد ما عندي ما يتسالك ديما على القص صلات على النبي عليك الله يخلف ويقوي الخير هانتي لاله سميره الا احتاجيتيني حتى في الميناج انا معاك نهار الجمعه راه ما عنديش المارش يعطيك هرضة نهار نحتاجك نعلمك قبل وحتى انا راه ما نسيتكشي الكروسه اللي وصيتيني عليها دابا شويش تكون عندك الله يرحم ليك الوالدين الله يدير بحسابك كيما كديري بحساب المسكين الله يجازيك بخير لاله سميره حنا لبعضنا بالسلامه لاله تمشي في الجا وتجي في الجا الله يرحم ليك الوالدين الحمد لله عليكي مهوب عيشة صافي الكروسة ديال مي الكبيرة تسوقرات حلفي بالله عمري كتبت عليك واه ناري عندك شكون كتفلي عليا ويلي مالنا دراري صغار شنو نقول لك عرفتي شحال فرحتيني سير الله يفرحك في هذا النهار اجي بوس ناري شحال فرحتيني عرفتي شحال ديتي الدعاوي لعند مي ديتي الدعاوي عرفتي ديك المرة اللي بحال مي وكتبقى فيا بعدا بالكروسة غتخرج وغتشوف الناس يشوفوها وتنفس شنو نقول لك ما مالكش جوج انت واعرة انت يا شي غدي وعلى حسابك اختي انا مازال على باب الله مازال ما بعت ما حتى شي حاجة خيتي هي اللي غادي تعرضنا للغدا كلينا بكري الله يعاون الله يخليك بنيتك امين امين بكري صافي انا غادي اجيس اجيس قنوت طلع واحد الكارو كارو واش عرفتي شحال من مره كندير معاك وكتخوي بيا شوف قول لي وجيني فاس باغي تخدم ولا لا ما باغيش نخدم وما تعاودش تبرصتني تجي تبدا تشكى عليا وتبدا تقول لي ما عندي حتى ريال الله يرحم الوالدين عطيني كارو شتي انت ما عمرك ما تطفر ومصطفى مصطفى اصبحت ناعس صاحبي اش مشكل اللي نعس تامي تامي رحنا نتسناو فيك بالفطور انا جاي انا جاي واخا بنتي واخا بنتي الله يرضي عليك واخا سلام حليمة اللي عيطتني هي اللي عيطت رجل خدم ولا مازال يا زهرة علاش الشيطان اما شي الخدمه اللي ما كايناش راه هذا الدراع الدراع اللي ما كاينش بدلوا هاد الهضره بقى توحلوها علينا ضرب شي حاجه اخرى بدا هذيك زيت مد ها هي هو ها ورا ملي يطيح في شي طبسيل ما يعقلش على اللي حداه ربي راه غتوحليها لي نوضي جيبي لي واحد الكاس تاع الماء ها كاس تاع اتاي ما شربيتي هو
واش ديتي الفطور وتعذبي صوبي المسمن وحطي الزيت والبيض والفرماج واش ما سمعيش كيقول سيري نعلفو فيها بتي لاله الكبير كيترمم قول مرت هذا 12 ديال النهار هادي وبنادم باقي خامر جبنا الخبز بكري لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم منخافوش ولكن سمحنا على الله أنا لا بقيت ناعس راه ضربت تمارة وساليت قلتي لك أنتي خدامة راه خدامة على راسك وعلى بنتك بقيت جمعي فمك وتعرفي شتخرجي قبل ما نحسب لك دوك السنان غبري أنا اللي تراسة دير لي البرد عاوتانا مابقاش الواحد يرتاح في هاد الدار ندرق انا كمارسي كاع الو با انا جايه في الطريق لاله مزروبه ما غنطلعش غنصيفط لك الصخره مع شي حد سلم على امي زهره وخالتي الكبيره بسلامه عليك طه الله عافا ولدي با تهاني هادو في السطح بتامي بتامي أكد ميكرا عطاش عليك خالتي حليم حطه مغير هنا فوق ها بلاتي سنة سنة أنا اللي غنجري أنا هاني جاي إيه عندك تزق في الدروج راه مفازقين خاسري بجوزة زهرة وأمي زهرة ما تنساش العشية تجي تدي معايا اللطط الحلوة للفران كيف ديما أمي زهرة ما تخافيش وحدك زقل بيناتي يا طه They said, oh my God, I see the way you shine. La la la, la 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 la. How are you doing? I'm going to ask you 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 to جمعي معك الدار وصيري عند جدك تغدي معه وهذا المشقوف والله وداوه لك شي حد هذه المرة يا ما نعاود نشري لك يلا ورجع الوليدي مطنيان ترررررررر جايني مسالي مريض وعيان ترررررررر جايني مهموم مريض ومديوم وداخل مقلوب تلعب صاحبي في العيوب والباسبور متقوب قلت له دبر شي قورية الله ولعب معايا اش من قورية لعب معايا الفرش درتي لي هرارة لعب واش عجبك انت صوتك كاين ما يدار الصار بارك علينا راه هاد الفراخ هادو او بنان مرتاح قلنا هاني شاكر وهاد التلصيق راه باغي نكمل بها كاروت خذ قهوة تخلصها تخلصها تقدر معاهم بورمو تشمنا بورمو دري صراحة عيقت عليها صاحبي تيسني 150 درهم عند راسي درتو ما خلتو شي حاجة اليوم سولو هو ناشفة صاحب أهلا بونت كنت باغي نطير واحد الفيكتيما واحد التليفون وما يبانو لي أصحاب الحال وأنا لويت الطريق كاع ودرت بالناقص تاع الهضرة ديالك ما تدخل ليش لدماغي ديما أنت خارجين فيك أصحاب الحال واش غادي ندير حمد أنا إذا الصحراء خصنا نقلبو ستة سعود هضرتي ستة سعود ديرو خدمتكم ألعب المزق يلا تلاح هي هذيك ايوا بين لي اش غادي نبين لك تعطى الله هو هذا يلا ربي لي يكسب ربي لي يكسب القناريه والقزبر اللي بعتيك وهذه ديال مين شوفوا كان هذا الشيء وكان اللي كان ساهل لك ربيع زعما ما تيقتينيش ها انت اختي بيناتنا واش لا تقليت كثير الله يعاونك قلت راك عارفه انت حساب النيت وصافي سيري هيدا حليمه تتحسب في الروسيطه خلينا احنا نخدم استرزق الله الصباح هذا طلعي شي فلوس راه البارح ما تعشيتش واليوم ما فطرتش
سير عند حسين فطر عنده وقيد عليا. غتعطيني الفلوس وانا ناكل عند من ما بغيت. سوق هذا مش هذا الرجال اللي واقفين هنا تحسن منهم؟ هذا الرجال عندهم حليمه. طلعي الفلوس طلقيني فيها الجوع. صافي بشويه. أمي الكبيرة ياكش نقولك ما تجلسيش على الشمس بزاف. أوليدي الله مش ميشة تحسد ربي ولا نغمولة. عندك الحق صراحة ليش هذوك الرجيلة ترميشين عليك. أوه الله شكرا على خير نجيب. ما تقولش هاد الهضرة عايشة أمي الكبيرة بحال أمي. راك وليدي على مال مشي أنا اللي مردعك. الله يرضى عليك عجبني تياش الله يرضى عليك جبل يدك القرعة. واخ زيدي كتحسي مزيان؟ الحمد لله وليدي الحمد لله. عرب نيتي هاك هادي ديها لمك هذا حقها من داكشي اللي جابوا لي الحباب. شكرا باش ما ننساش غدا في الصباح راني قاري غادي نخرج مع الوحده ان شاء الله اون فوا نجي كاع داكشي اللي خاصكم نقضي لكم. عصافاك وناني خاي نجيب دبرنا في واحد الكروسه جابتها لنا حليمه انا اللي غادي نخرج مي غدا. وهذه خبار زوينة الله يرضى عليك. هذيك ليديك الله يعطيك رضا الله يعطيك النجاح الله يخدع على بنيتي لما شعلي لي داك الإذاعة تاع محمد السادس نتصنت شوية القرآن. واخا الله يرضى على بنيتي عافاك. ساوة ساوة أهلا سي ثاني. أهلا بخير؟ الحمد لله. شوف الله يرضي عليك إلا خوت شي بلاصة ستاسيونيها ودوز عليها راه حالتها حالة. كون هاني وغتلقى السويرتات عند الكونسيرج بحال القاعدة. هاك هاد الكبوت على البرد تكبط ليها مع راسك. الله يخلف عليك. يلا بصحة والعافية. سيد الحاج. لا لا والو صافي. أه نسيتك سمح لي سمح لي سمح لي الفتناض راس عامر. هادي ديال الشهر وهادي ديال غسيل الطونوبيل. يلا الله يعاونك. يلا الله يخلف. الله يخلف. حليمة حلي الباب. حليمة هادشي كامل تديري على ود 50 درهم زعما حقرتيني انا. دابا انا كامل تنسوى 50 درهم. سيتي في الايامات انا فاش كنت خدام تندخل لك الفلوس كنتي ساكت عاجبك الحال. وليتي تدخلي في الدراهم صافي درتي الجناح وباغا طيري. حليمة حليمة حلي باب تعرفي حمد علاش قال واش كيسوى. حليمة سير تنحسي. حلي عجبك الحال؟ بوتامي بوتامي وبوتامي. ياك لاباس ياك ممري؟ لا لا ودي غير داتني عيني شي شويه وصافي. ما موالفاش لك انت ديما واقف على شغلك. يا شنقول لك اوليدي اولنا ضعف واخرنا ضعف. والله يرحمنا. صباح الخير بوتامي.
انا نحطهم بلا شويه القدام. واخ السلام عليكم. والسلام. شحال ما بانش اليوم؟ ما جاتش دكا الراجل. واش هذا مبغاش يحشم؟ اويلي على غديدي الرجاله دايرين عيالاتهم كاين مال قليل وداك الشماته فين ما ينوض يدلف ليها وجاني في يامي والله ما نعقل عليه. والله كون غير طلقني عليه غير صبغي حليمه غندبر علينا واحد جوج يقلبوا لي وجوه حليك فيه. صوت كلمك ليها سير سير. هاد عبد الله ما باغيش يتزوج. باغا تزوج ياك. واش غنقول لك بنيتي؟ صبر وهو نطلبوا ليه الهدايه. انت اللي غتبقى ساكته على هاد الحاله هادي؟ شي نهار يصفيها لك بشي ضربه وتخليها لبنت يتيمة. انا كنصرخ مكتوب يا با الله يدير ليا شي تاويل ديال الخير انا وبنتي. كرفسنا با سيدي كرفسنا فوق ما كيجي سكران بالليل كيدير لينا الشوهه ما كنعسوش بالخلعه وبالرعده. تقال عليا راسي. خاصك تمشي للسبيطار دوزي على راسك. حليمه مشي جلابتك وزيدي قدامي دوزي على داك الراس. واخا با بين ما تجي وانا نوجد لكم الغداء. ساره خليك حدا امك زهره طرجع ما تخرجيش. كتباتك وديها في قرايتك باش تنفع راسك وتنفع ماماك. صافي يا كوبيته صافي. مرسة السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل على بنا. شنو عندك لالا؟ نزلقت في الدروج وتحت على هاد الجهه هي كلها سرقه. اش كتقولي حليمة؟ عافاك واش تقدري تعطيني شي بوماده نحيد غير هاد الزروقيه؟ كتنفس مزيان؟ الحمد لله على الساعة. طلعي النفس بشويه نزلي النفس بيان. دور عينك على اليمين اليسر شوفي الفوق مزيان كاين باس ما تخافيش. الطبيب الله يعطيك الصحه راسي مازال كيضرني بزاف. اوكي مدام انا نعطيك السكاني غتهبطي ديريه لتحت ابخي 3 جو غترجعي عندي. الله يرحم ليك الوالدين. هذه الورقه السكانر. شكرا. وهاد الدواء ديري لعينك مريضه. رحمني لك الوليد. عافاك اسيدي. واحد دقيقه انا درت راسي ما فاهمه والو. هذوك الضربات باينين ديال يد بنادم. الا ما بغيتوش تقولوا شغلكم هذاك. شنو نقول لك يا بنتي؟ عبد الله هو هذا.
وسويفون بنتي كتقري كنامك شنو ما غادي تهضري معايا حليمه واش انا وقت ما تخاصمت مع امك انت تتقلق عليا وتتنخليني حليمه ذهب بها للطبيب الله يا وليدي الله ما خليتي فاتها بلاصه صاينه شو ما عليك تعديتي عليها امي زهرة ما كيما نخبي عليك ولسانها ولا طويل ما تتحترمنيش الشيطان وما فيها باس الا نطي الصباح بكري ومشيتي معاها للمارشي تقديتي وعاونتيها على الزمان بغيتينا انا نوض الصباح بكري ونفيق ما تخليونا لا نعسو ولا نرتاحو شويه بزاف حليمه 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 وحليمه انتي تشوفيها راسها قاصح كاع ما بغات تجاوبني هادو انت هادي فعل الرجال هادي عطيتك بنتي زعما باش تصونها وتهلا فيها وليتي كتبطنها كل ليله وتعرق ليها شو مالك ابا تامي عاود ما تهضر معاها وتقول لها ديري عقلك وسمعي راجلك ما تبقايش تجاوبيه دابا انا اللي فيا الفالطه اسمع ولد الناس انتي ماشي شيطان عليا ناتيني ياك ما حيت كتشوفني ساكت قلتي هذا راه خايف مني انا كنراعي ليك البنت بغيتها تكبر مع باها وامها ولكن انت ما بالي شايفك عيطو من راعي ليك ماشي مره ماشي جوج دا باين على الشيطان دا بيتوب عليه الله انا كنتبرى منك وإلا كنتي راجل عاود حط عليها يدك عاد عرفت دابا مني جايبه قصحيه الراس من عندك احمد الله يهديك وليدي راه ما تدوم لك غمراتك وبنتك شكون فيك شوف العلقة كاين شي حاجة أخرى يلا دري شد الساك شد شد الساك درت واحد لاكريز وقال لها كنت في حويجه تلوح في الكتوبه وتغوت ما هدلتها غير بزز واتان تدوي مع بنتك تجمع راسها واش هي تبقى هزلها مغا بوحدها قال
ليا باليمين وباش تحلفوا الرجال، ومازال يعاود يحط عليه يديه توريه التهمي شكون هو. لا هو التهم وصلش معانا هذا المواصل، كيما كان الحال كيبقى نسيبك وعندكم معاه التريكه. لا هو أعوذ بالله من الشر الرجيم، حسبي الله ونعم الوكيل، استغفر الله. استغفر الله. هاي على الكواترو. وانا داخل على شو؟ فرخ. لعب معايا بلا تخوشي. واش مالك؟ اش درت؟ شفت اش درت؟ لعب لعب لعب. شتي انت؟ واعر، واعر ماشي في الكارطة. خطيك بالبسيط مات. تحل لك الفم باغي تفرسنا. نقول لكم واحد الحاجة. راه انا هو مول البلان. والله كنت تبعتكم حتى مشي وخلا وما ربحوا حتى ريال. دريس اجي اخويا تخلص في هاد القهوة. مالك زربان احمد؟ تخلي فلوسك بعدا شدو بلاصتهم اصاحبي في جيبك. انا غنخلص القهوة ديالي وداك الشيء ديالكم دبروا راسكم. واش بان لك يا عمال؟ ديروا شي طرح. قلت 100 درهم للنزله ماشي 50 درهم. عاجبو الحال ما ديما تيربح. شوف معاه. يلا بيك. كارطه في يديك. يلا. والله حتى بقات بلاصتك اختي حليمه اليوم في المارش. انت اليوم السوق بارد بلا بيك. اشحال من واحد سقسى فيك. سول فيك الحاج عبد القادر اللي كتصايبي لي ديما القناريه وما لقاكش. ولكن ديبانيات ما تخافيش. حتى لينا خويتي غتبقاي مطاطي الراس. سالي بنتي قريتها وحم الله. عجبك هاد الحاله اللي تيا فيها؟ كل مره مدلف ليك ومزرق لك عينيك. وربيع اختي وربيع، واش دايره النقابه ديال المارشي هنايا؟ قيلوني عليكم انا جني وجنوني في الراجل اللي هز يدو على المراه. ربيع قلت لك الله يهديك اصاحبتي. بارك بارك عافيك. سوا عليا هادشي اللي كان السوق اليوم حالته. الحق جاو صحاب الجامعه فرحونا اليوم. قالك حقا ما حقا غيعطونا في السوق النموذجي وغنتحولوا منا لشهرين. وقالك خاصنا نسبقوا لهم جوج بركات والشي الاخر نخلصوا التقسيط. حليمه وحدك ما تجيش للسوق غدا. مشي السوق هو فين كان رتاح وكان سام. يلا خليتكم على خير. يجيك الخير وربح اختي. يا ربي دير لي شي تاولد ديال الخير. عيشه نهار واحد توحشتك. والله حتى انا توحشتك عشيرتي. نبغى البارح كنت درت فيها راسي وعليا وعليا غنصبحوا. ما كنتقيلوا ندور على 50 درهم 60 درهم. يا قلت لك بغيت ماكينه الصابون. اصبر اسيدي اصبر. كان وشري لها ماكينه الصابون. هذه جات قاصحه. وقال لك يعجبك تفرج فيها النهار كامل ويا ضربت تما. صافي يا ولدي صافي. شرب قهوتك. ناقص. انا وجدت لك لا كوموند ديال الكلام. عطيني شي 15. راه ما عندو 15. انا عيت ما ندير في هاد البهله اللي عطيتيني المقادير ديالها ولكن عمر ما طلعت لي كيف اللي كديري نتيا. بيني وبينك قولي لي شنو هو السر. السر بنيتي في السبيعات والبركه ديال سيدي ربي. الله يخلف. مرحبا. السلام عليكم. السلام. مزهرة انا خليش عليكم امان انا مشيت. يا الله وليد. السلام. اللهم يسر امري. يا ربي تقدرني يا ربي وتعاوني على بنتي. تنوصلها فين كتمنى. يا ربي تعطيني الصبر بلا قدر يا ربي. يا ربي. هاج حيد علي هذا الحجر هذا من هنا الله يرضي عليك. قلت لكم ما تبقاوش تلعبوا هنا انتم ديما هاد البلاصه عزيزه عليكم. لا الله كيف بقيتي شويه؟ وشويه وصافي. ما نعسش الليل كامل ضرتني رجلي بلا قياس. باقاني تعطيني الصداع. ما طلعتيش غير الصداع؟ فطرت في الدار لتحت حيت عيشه خرجتني بكري ومشات السوق. يا ما جاش نجيب.
لا ربي يا ربي ياك ولد رقية ياك ما انت حابين على الكرة هذا الجيل هذا ما بغي لا يقرأ ولا والو ويحسن عوان والديهم الله صبر عليا شوية عنيك جاي الله يستر حليمة ناخذ لك شوية ديال الماء عيشة ما لقاش عندك شي بلاستيكة ولا اختي ولكن ندبر لك يا سارة الزوينة جات يلا وصلتي اختي على سلامتك ما لقيتش واش عنده واجدين تسنيتو تعجبوني من الدار ناري سير جمعي الدار تغدي مع باك جدك ودورسك واخا ماما ما تخافيش داك الباك اللي مبرصتك غنجيبو غنجيبو واخا اختي يلا سير سمحي لي اختي هاي يا با تامي هادي ديالك عافاك الخير هاهم قيلة بعدا أما أنا الحوت اليوم كيضرب الطعمة وكيزيد في حالته ما باغينيش ولا أنا عمري خليتك بلاش حقك يوصلك يوصلك الله يرضي عليك معاك مع جدك الله يرحمه كان كيسبق حبابه وناسه وجيرانه عاد كيفكر في راسه الله يرحمه البحر يجود يجو هلا وليدي نجيب الله هو الجواد وارزق الجوف يبات فيه كاينة صافي نستي اللي ما سنويش مهيم وانتي ناسي صافي غير ناسي حليم ما ناسي كاين شي واحد في الدار
حليمة غدا نمشي عييت خليت لك شي حاجه ديال الخر شوف شي قبيطه ديال ربيع حتى تبيعهم واخا واخا اختي سير كوني هانيه لا ماما تبلي على الوقت بعد تاخذ رتي كل شيء أبا حتى الهدي والله لدوست عليه دابا غادي نخرج ونجبدو في المكان تخرجي يا خرجة في هاد الليلة الدار البيضاء هادي مشي نديكلاري بيه عند البوليس كانت أنا شي سرقة ما بين المرأة والراجل غتبقى طالعة هابطة في الكوميسارية وما غتصوري من والو هكا فهمتي الله يرضي عليك حسبي الله ونعم الوكيل عرفت اش يجيك مليح غادي تنعسي حتى يصبح ويفتح وانا غادي نمشي للخدمه راني تعطلت سير رب الله يسهل عليك سلام عليك فبنتي راه تما وبعدي صافي ماما صافي ما كيعجبنيش نشوفك بحال هكا ضحكي شويه ضحكي كنبغيك ماما اختي ما شفتوش وما بقيتش باغي نشوف هذاك راه ما باغي لا يخدم لا يرد
الله يرزقك مع الصبر وصافي. واخا خويا اسمح لي ربي يعاون. شكون احمد؟ والزهريه شريفه. شوفي الا لقيتي لتحت. واه وقت ثاني راه شي قهوه على حسابي. ومشيتي بها ولا جالسه؟ راه كدير الماء. الفرق حليمه قولي اخويا ما بالكش احمد وشكون شاف؟ شني مرزقي كل واحد. والله الله الله فاكره ما تمشي تقلب عليه نمشي طب لي هذيك جوج دراري وخليني انا وساره بنتي عند الدص الليله في ما كاين نجيبو. عرفتك عرفتك اخويا. شنو كي جاتك الحطه؟ واجيتي بحال شي كوطابلي. صافي دابا هذا هو فين وصلتي انت كوطابلي. السلام عليكم. اشنو كي جيتكم؟ خويا مالك؟ وانت وليدي اللي جات معاك؟ ديتي المراه الحصيصه وغبرتي. شكون؟ قريب. خبارك دايره بوم بوصبير والعرصق وعوجت تنقديو انا اللي جمعتي فمك خباري ما غتوصل حتى لشي بلاصه. تيسالني شي واحد شي حاجه؟ لا. بابو جمعه تسالني شي حاجه؟ لا. ما تهزش هم انا غنخلص لك كلشي كلشي اليوم على حسابي. انا احمد زيدني على واحد الشوايه وواحد الكارطوشه حمراء يلاه خارجه من المرصع. جاتك. حبستي يا مسكينه خليتيها دايعه في الزناقي كتقلب عليك بحال الهبيله. تمشي تموت. واش عرفتي شنو كانت مدوزه عليا؟ هي جالسه تجمع في الفلوس وانا مكرفص. واش من حقيش باش نعيش؟ ما نبرعش راسي. برع تبرع. وانت تبقى تسكت غتفضحنا قدام الناس. بابو جمعه صاوب لينا داك الشيء وجيبوا لينا البلاصه المعلومه. واخ فرخا جي تبعني. الله عليك. تقعد. العشران. احمد جيتي بوقتك. لا تقول ما تنتهلاش فيكم. الله احمد انت ديما الرجوله انت حالك. يا سيدي مرحبا. بارك الله فيك. الله يعاونك. امين. السلام عليكم. وعليكم السلام عبدي. انظرك نجي خبر عندك مسخور. وتقول هذه 15 يوم ما بينش. حيت نبري ونقلب ما عرفتش فين شابه. الله يغرق لي السقف. والله العظيم الا بقيتي فينا ديك الجدريه اللي جامعه باش تاخذي المحاله وداهم ليك. والله عبد الله خويا ما بقيت حامله نشوف سيستو. بالله تقعدوا لي فلوس هو هنا. الله يعاونك. سير الله يسهل عليك. اللهم تعالى على الله يا ربي تنجح يا ربي تفكنا من هذه المحنه خلاص.
تامي عافاك انا مزوق فيك هضر معاه تسمح ليا والله عمرني ما نعاود ولا دير غير على وجه بنت نصارى حتى لدابا ما عندي ما ندير لك حليمة حليمة عافاك هادي والتوبة عمري ما نعاود حليمة واش قلبك قصى عليا لهالدرجة حليمة ردادي أحمد العوني قاع أربعة قاع أربعة وتي اللي كي دايره يا زهره كيبغى الله الحمد لله دوس الحمد لله رضى عليك وليدي امين على السلامه الله يسلمك امي زهره صداتك بنيتك معاونك لاله الكبيره كتبان لي باقا معطله انا غنسبقك تلحقك عليا ناجي راه مشى فيا الحال واخا ناجي دخل معاك هذا البيت كتغوت اصاح ما من لعب البال لعبي مع الدراري ديال بوسبير ناري ما تقولش لي عاوتاني نلعبوا مع داك الطويل العكار ما كاينه قرد هذاك خاصك تحضر منه هذاك غيهرسك غيهرسك علاش انت كدير داك اللعب ديال ميسي ومعدوش مع داك خلينا من هاد الهضره اصاح شوف خوك غيجيب لك البنان ودانون حتى السبيطار ما تخممش اقعد اقعد سيور شوف اسي كاين لا بنان لا دنجال انا ما نكملش معكم ماتشات ديال هاد العام كامل تروازيام اني في لافاك راسي نحفظ اخويا سعداتك انت بعدا عندك تروازيام اني في الدروا هاد العام هذا ماشي بحالي انا سطل اصاحبي وسطل شي سطل احسن مني شحال مره تنقول لك ما تبقاش تقول هذا راه التكوين المهني مزيان اصاحبي عرفتي شنو هي حرفه في يديك ولا ما عارفش اي راه عرفناه راه سولت نيت وقالوا لي بلي راه قباصه مطلوبين في الامارات كيتخلصوا مزيان زعما ماشي امارات هو ماشي انت درب كله اللي شافك يتوفى عليها صاحبي ليا شويه حاسه براسها لا ياه هكا ما طلقات وسير بركه من الحضين وديها في راسك نوض تلعب كره البيت تلعب نوض انت فهمتي ليا تقلقتي انا راه داوي مي زهرة عطيني شد عليك لا خليك عطيني حليمة يا بنيتي كتفكرني في وليداتي الله يرحمهم ويربهم الله يرحمهم تكويت فيهم ماتوا لي في قصيدة في ثلاثة عندي لك واحد الفكرة باش تريح غنصيبك كونت انستغرام البنكة انستغرام ام زهرة غنديرو فيه تصاور ديولي تصور ديال البحلة ايوا غادي نحطو حداهم الثمن
حتى نمر التليفون باش اللي بغاك عيط لي. من كاين البيرو ديالو باش نمشي عنده؟ في الدار، كلشي في الدار أمي زهرة. أيه ولكن 10% ديال الربح ديالي. نبقى نبيع أنا في الدار؟ إيه كلشي من الدار. كاع ما نخرج؟ ما تحتاجيش. حلويات أمي زهرة. يلا يلا. عجبتني هاد البلاصه ديما كتجي لينا باسي دي فاش كيخرج الصياد ديما كيجيب لي معاه الله على ريح شحال زوينه تمنيت تكون كان بابا واحد اخر حنين ظريف رد لي البال رد الماما البال يكون في جنبها الحمد لله انا جبت لك شويه ديال الصوبه تسخن بها صدرك وتخفف عليك الكحبه اكثر خيرك اكثر خيرك خلاص هادي بيتوس بسقهم الصحه لك توكل مشات مشات نيتها سيري تحفظي انا معاه سيري سيري عايشه فيك ابو سيدي ما هرب عليك ابو سيدي مش على الصحيحه عيش عيش اختي زهره عييت ما لقيتش شي واحد خرج عليا صاحبي كون غير لقيت شي واحد يخدم ليا في بلاصتي ما لقيتوش وتنت الله يهديك ما كتكيش على صحتك قارني ساهر الليل اش غيمه ملي كنت كناكل راه كنت جيت لقيني كليت لك كاع غداك صحة كافرة بالله يا كرمك حليمة حليمة لا سميرة هنا بسم الله ياك الخضرة بحال العادة كيما وصيتيني هالخرشوف منقي هاللوبيا هالبطاطا المزيودات كلشي بيو يعطيك الخير صحتك بوحديتها ربي يخليك يا حليمة سعيد أرى داك الصاك هادو شي حويجات العويطة هادو شي بركة العواشر الله يخلف الخوة الخير صافي حليمة خلي الصداعة تكمل الله يجازيك بخير لا سميرة زيد 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 زعم 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 زيد 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 غازي زيد 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 قلب الروايد قلب الروايد زيد قدام سير 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 بارك عليك هاد السيمانه كانت ناقصه ابو تامي وين عمر شي سيمانة كانت عندك كاملة؟ يا 600 درهم ديال اشي ولا وقفت عندنا الجامعة باش نخلص وراه شي كيخلص وشي كيسلت واش غنبقى انا تابع بنادم؟ اسمع ولدي انا راه طيحت سناني في هذا الباركينغ كل شيء واحد يا زيدك 200 درهم من رزقي اسمع نقول لك الطوموبيلات ديال الناس راهم امانه في عنقك واتهنى وفين غادي جلس شرب شي كاس داتي الله يبصحها والعافيه بغينا نقسم معاه الله يخلف الهلال الله يخلف البركه على الجريه امين الله يخلف عليك يا الحنينه يا القلب الحنين اللي ما تخلي حتى واحد كي كبير كي صغير انا بعدا راه بعدا خوتي كتخرجيني كنجي نفوج نشوف الناس نشوف اللي غادي واللي جاي الله يعطيك صحيحتك خوتي الله يعطيك صحيحتك السلام عليكم عليك السلام يلا واش سمنتي شويه الحمد لله وليدي مشيو يلا خوتي نمشيو عندنا زيد خوتي Thank you.
نوض 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 شوف شكون اللي كيدق. شكون هذا اللي غيفيقنا على الصباح؟ شكون؟ وحل احمد واخا تسنى صبر صبر. بجلولي كلاباس بغيت الكرا ديال هاد الدار. اصبر عليا واحد شويه حتى لين غادي نصبر عليك. عندك كيسحم لك راسك؟ راه ما كاين اللي كري هاد الدار، راه حتى الله اللي باغي يكري. هذاك الصداع وهذوك القصائر اللي كدير مع سحام راه في خباري. واش بجلول محرشينك عليا؟ اصبر عليا غير حتى لاخر الشهر. الله يرحم الوالدين، غير خير الشهر يكونوا عندك فلوسك. غير نعطيك سيمانه خلص ليا كرايه. تبارك الله ما خلصتيش خوي المحل. ما كاري ليا قصر رطمه. يا حبيبتي باقا بدمة، نجيب فين يمشي للبحر يجيب لي الحق. ما تساليتش شفتي وجهه كينوروا نحس تاع الليل ما كيتعوضش. راه شهر هادي ما لحق الباركينغ هاكا يقابل الحمام ويتسى راسو. هاذيك راه كينسالا تاعنا. عفاك بنيتي عندك تنسي لي التصاور وهداك الشيء اللي قلتي لي تسمو في الانستغرام امي زهرة. صافي كوني هانيه اليوم نقضي لك الغرض، ولكن ما تنسيش 10% ديالي. هاتي لك على بنات اليوم. هاي هاي خليها جاتك هاقضي لي الغرض. البارح دزت في الزوطيه وبان لي احمد واقف مع الشماك ليا حالته. ويلي على حالته تهنى منه لا تهامي ولا هي. نص ساعه وهو شادني بالهضره يزوق فيا قال لك بغى حليمه ترجع لي. اي ولدتي هبيله وشي ما عرفاش كيداير. يا والله لا رجع لي ولا كانت احمد امراه. اسيدي ما شغلاش سرقت لي الطوموبيل تدخل لي الراديو وانت ما خرجتش فيها عينيك وكتقول لي خلي الدجاجه محلوله. واش اللي كيشد بالتيليكوموند كتبقى الدجاجه محلوله؟ والحاج والله يهديك وراه كنت حادي وتشفرات. واش غادي ندير لي انا؟ ما دير لي والو تشفر وما دير لي والو وصافي بلا ما تبقى تغوت عليا. الله يرحم باك. ما نغوتش عليك اسيدي، ما نغوتش هيك نتشفر وما نغوتش. ما نغوتش اسيدي. صافي اسيدي هنا الله يجازيك بخير. شحال عندنا خويا؟ 20 درهم اخويا. شكرا. عاف شويه با بلاتي. شو واقع؟ شو وقع جمال؟ وانا با تهامي سمعت خينا اللي عامر فهمت. انا عامر فهمت انا يا انا عامر فهمت سدنا الحاج سدنا. انا عامر فهمت انا يا هاد البروش منين جبتيه؟ هو عطيها للسهر والنعاس. سدنا الحاج راه هكا بالغوط راه ما غنمشيو حتى للشحن. عافاك الا ما غير تهدن نهضر بالعقل. صافي الحاج مسحه فينا انا مزوقه فيك انا غندوي معاها تهدن. شو هذا واش عندك شي عقل ولا ما كتكسبوش؟ واش مبطل فيك الخير وجابك تخدم وكتخلق ليه المشاكل؟ مخرجنا في النصيص ديال الليل وانت عارف فوق ليه الصحه. واش بغاني انا ندير لي؟ راه كنلقي العساس بالليل وبالنهار وكاع الناس كتشفر. والله ما كتحش باز. امشي ديكلاري قلت كاع خدامه تخدمه كاع وفيلي وحدي. كان وعدك هذا ما غيبقاش هنا اللي تعلق في سيارتك انا نخلص. لا اله الا الله. واش هذاك الشيء كاع طرا البارح بالليل وانا ما جايبه للدنيا خبارو؟ واش فارقوك في نصاصة الليل؟ وحني ما بقات عاسة على الطوموبيلات وحدة في الليل. بقى ناعسة بقى ناعسة بيت الليل كله هي حاضية الطوموبيلات. الليل كامل؟ هزيت عليها بقيت فيها شافني ما بقات عندي صحة ما عنديش شي واحد ثقة اللي غادي يعس ليا في بلاصتي. حنا كنا نخافوا من خيالنا وجيت وخليتيها بوحدها. انت عارفة حليمة عارفة حليمة حلفات بحلوفة شي واحد لا جا عز في هذاك البلاصة من غيرها. وهذه وحدة أخرى. طيب
عطينا بناتي شويه طماطيشه واحد الخصطه حمى سيد هكا سيد شكرا شحال عندي 8 دراهم هاي قولي لي ماشي انت بنت لالا حليمه هي انا ما عرفتينيش انا هو السعب قادر اللي ساكن عندكم في راس الزنقه حدا الحمام لا الحمام سلمي لي على جدك سلمي عليه بزاف مو بالله اي على ساره تعلمتي البيع والشراء ومن غير شديتي بلاصه امك دخلت انا غير كنشد عليها الصباح على ما تجي ماشي شي مجمعات وناشطات اختي ساره حنتاتني في البيع والشراء اليوم بارك الله اختي خمسه وخمامس زعما شنو بغيتي تقولي انا كنعينها لا لا قيلي عليك بنتي خليها تجيب البكالوريا هذا العام انا بنيتي الا نجحتي الكادو المخير ديالك الله يخطيك اخالتي اشنو الدراهم ديال كونيكس صافي ماما هاد الصباح كامل على ود اش الدراهم انت مالك تميميها سير يلا داركم سلام ماما سلامه بنتي دروسك خفيف عاوتاني الطواليط واطلق راسك هز راسك بالله ناسك تقاداو حاجة واحدة طلبت منك نديرها ما قدرتيش نديرها ما خسرتي السمعة ديال الباركينج ما شديتي انت البلاصه باش نخلو حنا على خاطرنا وفي الاخر تجي حليمه تشد كلشي والله احمد الا رد لك داكشي اللي قلتي ليه شنو درتي ها على ود بوست واحد اللي تساق وانت لعبو من بعد ديما معطلة كنت في السوق صباح كامل كنعاون ماما في البيع وجلت المدرسة ودابا كنتسناك هنا اسمحي لي يا صاحبي صاحبي بيناتنا ايوا شنو كديري شوفي صيبت واحد الكونت لامي زهرة باش تبدا تبيع فيه البهلجان مي زهرة اي مي زهرة كي جاك بيضة واه شوفي درت لها هنا التصاور وحطيت لها هنا النمرة باش اللي بغاها يعيط لها شتي واش غتحطي داك المشكوف من يديك وتجي لهنا ولا لا صافي ماما انا جايه با بسم الله اشنو قلت لك هاني لا لا برا باقا صغيره خليها ما كاينش با اللي نفشع قدك ولا ما فيش ساره هي شكون اللي غادي يفشع ساره قولي انت يا قولي انت يا قولي شو هذيك الخدمه ديال الليل والعشاء راه ماشي ديال العائلات حب الله يهديك ما تخافش عليا عشاتي رانا دايه زيدي انت واقف عامل بسكوي ديال الزنقه دابا دوز لكم الماكله بلا بيا لا لا بنت يكون هذاك الله وخليتينا شفنا شي ولد الناس اللي يدير هذيك الخدمه الله يرضي عليك الله يهديك يا بنت تخافش عليا با تامي حليمه بنتك فران وقد بحومه الله يحفظك يا بنيت الله يحفظك لا يوريك با سيدي بنتك واعره هاتي ديك النهار شدرت لواحد المراه في الحمام شريت عليها بكاع السطونه ساره عافاك يا بنتي ما تنسيش دواك الباك سيدك حفظي دروسك تخليش داك العرم ديال الماء اللي بات في لافابو حتى الصباح مش قبل النهار وبالليل واخا اختي ما تشقي ما تقراي نعسي وما تحضيش حتى دروسك واخا با انا مشيت
أيه وهكا بغيتكم وأحفظكم ليا منسيني منسويكم اللي خطيكم عليا حمي ناس وزيلات سبحان الله. يا الله هار عليك الحاج. يا بنتي الله يرضي عليك. لا جابتي شي. لا عافاك الحاج الله يعطيك الصحة. شو بنتي هذو فلوس الشهر الله يرضي عليك. والله لا تدخلوا لجيبي عافاك. رزقك هذا يا بنتي الله يرضي عليك. غير على قبل الطوموبيل. شو بنتي حلفتي ما نرجعوا ليا الله يعاونك على الزمان. الله يخلف عليك ويقوم الخير الحاج. عاف شوية عليك. الله يبارك فيك. صباح على خير وسلم لي على الحاجة. الله يبارك فيك. الله يخلف. بارك الله فيك. حليمة حليمة ما باغاش تهضري معايا شنو دافع عليا كبير شو مالك حليمة جوج كلمات غنقولهم لك عجبوك ما عجبوكش الله يعاونك يا الله غير السلام عليكم ردي غير السلام ياك ديال الله حليمة ومن بعد اجي دير عندي هنا ندمت عليك حليمة حشوم عليك صيبت لك الناس ورجعتيهم ليا فوجي هذا الموضوع ساليته واخا تلقى السما مع الارض والله الا رجعت لك مره ديري غير على وجه ساره انت بعد بانت لك ساره فين كنتي فاش كنت كنكبر ونصبط عطيني اتساع شي زعما مولات القلب الكبير وتتسامحين على الشيطان كاين شي شيطان قدك عرفتي شي شيك مليح بعد مني ياك طلقت وخديت براسي وزدت لا ريال لا جوج وخليت لك الدار كملتيها وجملتيها كاع داكشي اللي درست عليه حياتي كلها خديتي وهربتي ها العارين لما تبعد مني تبا ما تسمحي ليش ونجمعو الشمل داك الشمل انا بغيتي وقعي مشتت اسمعني مزيان غتبعد مني ولا ما غيعجبك حال وليتي تغوتي عليها وتجري عليها ها واخا حليمة بغيتي نمشي بحالي طلعي ب 200 درهم هادشي ترحمت طلعي ب 200 درهم ولا ننفسك هادشي ما تحسبش على نفسك على هي هي صافي صافي الله يلقاها لك كيما رزيتيني الله يرزيك بصحتك سارة فين خبرتي؟ غير السوق مع ماما كنعاونها بغي نهز عليك راه تقيل داكشي خفيف هادشي غير ديال المي زهرة يلا طلعي نضربو دوار غنتمشى على رجلي حسن وانا نعلمك تسوقي مالك خايفة نجيب خليني عليك في التقرير جبد لي صداع مع ماما ونعاود الدرب ونوصلكم مالهاش فيها لا ما فيها والو غير الفما يبقاو يتحلوا علينا يلا عطيني المرسي سير سير انا نجيب الله يرضي عليك هاد المرة تبقى تابعني غادي نقولها لبا سيدي عطيني شي عصير زاد الجبيل وفيق العشير فيخ راه نصاصة ديال النار هادي فيق شنو تابعنا كاع شنو خاصنا نديرو عطا الله ما يدار صاحبي نبقاو ناعسين نشوفوا شي طوموبيل تليفون اللي كان المهم ما نبقاوش ناعسين اخ طير بعدا دبر لينا على الفطور يحن الله نزق ونزق قطع بالك خمرتي تما البنادم داير لنا راه الصباح اصاحبي نوض نوض دبر لينا على الفطور نوض منين راه مكمل انا وانا بالك عندي شي حاجه كاع اللي في هاد الدار بعتو على ودكم بين المكانه هاد المكانه اللي معمرها ما غتباع لا تزيرت كاع غنطرقها ورزيها بشي 200 درهم شتا غتبقى تطرطق ليها المراره طرخ
اش قلتي يا شيف؟ كنميك عليك انا شويه تنصر غتموت وغتجيب لينا الفطور. يلا طلق راسك. هي الاولى الشيف. على ما يرجع عمراتي وعد في يقن في القلب هواك. سلام. سلامت بنتي. يسلمك. واحد مول الموت اليوم شحفنا. شوفي هاد لا كوموند طالبين عليا شي كليان تي اللي غتكلفي بها. خذي 10% وسيري للقيصرية تكساي وفرحي براسك. ديك 10% غنشري بها شي حاجة لماما. غدا عيد ميلادها بغيت ندير لها شي خفيس. شناهي؟ ما تقولهاش لها. ما تقولهاش لها. ما نقولهاش لها. ما نقول. خذي 10% أخرى على حسابي. خذي 25% أمي تكمحنا عليك ومعذبة وتستاهل. كويدي. انتي أمي زارة يا أمي لالا اللي ما عنديش. كبيدة يا أختي كبيدة 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 نديرك في قلبي لداخل يا أختي يا أختي يا أختي يا أختي يا أختي. يلا نخليك أنا. سلامة بنيتي. بنيتي أعطيها الكف ماشي الصبعان. أعطيها الكف وزيديها رشة. هذيك العجينة كتبان لي باقا مدقصة. بصحة حميمة. واش ما عندك ما يدار؟ اش بقى مقابلني غير أنا؟ سولتك جاوبيني من الصواب مالك؟ واخ الله يعطيك الصحة. صافي؟ ما صافيش. أنا زمان. أعطيني جوج دقائق يلا. يلا بالسربة قول شنو بغيتي؟ كتعجبيني. كيفاش كيعجبك؟ نتعرفو كتر نبقاو نخرجو. أعطيني هاد الفرصة عافاك. ما عرفتش. خليني نفكر. إلا صونيش عليك جاوبيني. في الأخر ديال النمرة ديالي 96. هانو بنتي صار سالت قريتها؟ راه خدامة كتراجع الله يرضي عليها. الحمد لله. عرفتي شكون اللي داز دابا قدامي؟ شكون؟ جواد اللي كان خدام هنا في الباركينج. ما قربش لك؟ لا لا المدواني كاع. يلا سير تنعس. صباح على خير. مشيت عندها ما بقات حاملة فيا الشعر والمخيرة في العيالات تزوجها. مش حقراتني غنوري أحمد اش كيسوى. اشرب أحمد ومساها صاحبي. أنا تدير فيا هاد الحالة هادي. هادي حالة أشكو أشكو هادي حالة. يا 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 هادي حالة أشكو. الو احمد. واخ واحد الساعة نكون عندك. يلا خرج لي التليفون. ترى توقع نشر مع راسك ومن بعد سير تنعس. جدك غيوصلك حتى لعندك. اللي قلتي هو اللي كاين الشيف. انا راه خايفك تمشي معنا ودير شي فضيحه. يلا تحرك انت. يلا تحرك تحرك دقيق تحرك.
راسوش لقد شي واحد تايس مشى فيها هذا يقدر يحصل غالا عيطلو جاوب شي دم براسو يلا نمشيو هنا نتوصل عند الحال ملي عريت لاوتا يلا تلقاو يلا الله معك حليمة فيخي يا بنت فيخي شنو وقع؟ نفس عليك عباد الله عتقوني عيطوا لابيروس عيطوا عند البوليس عباد الله الجيران بينك وبين السيد ما بيني وبين والو سيدي با كنكري ليه الباركينغ ضربتيه ضربتيه وغيب ما ضربتو ما والو كي غندير انا نضربو وانا كنت دايخه مرميه فوق الارض ضربتو ما قلتي على والو قلت على حاجه واحده واش شكل فاش شفت بنتي طايحه ما عرفتها ميته ولا حيه تكون من درت من اي عاد ما نشوفش بنتو ضربتو ممكن تصنطوا لي دابا مرحله الخطر عرفتها والدار راه يقدر ان شاء الله شكرا على التصوير جواد ياك نعم الشاف شنو كنت كدير في باركين في صاصه الليل والا الشاف والله الا هذيك هي طريقي ما تكذبش عليا انا عارف كل شيء وعارف دوك السياق ديال الحبس فيها النصب والاحتيال فيها السرقه المصوفه نزيدك ولا لا والله الشافي اللي عفى الله جواد اجيك من الاخر انت راه داخل الحبس داخل الحبس غير تعاون معنا والله الشافي ما درت شي حاجه بالله بلا ما تحلف ما تقول لي شنو وقع وشكون اللي كان معاك ولا سكرفت واحد المره والله الشافي من الحسن تعاون معنا باش تخفف على راسك انت غادي راك تراسك وكل ضامني والله الشافي ما درت شي حاجه غير ضامني انا الدوسي ديالك كامل عندي وعارف بلي انت اللي كنت العصابه وانت اللي كتخطط لهم وانت اللي كتضرب لهم في هموس هادشي كاين ولا ما كاينش؟ دابا الشاب واش انا غنقر داكشي اللي مقيد عليا شحال هادي؟ صافي عفا الله ودخل سوق راسي محرش واحد مجموعة ديال القطاطية باش تكرس على السيدة نسيتي بأنه داك المرأة كانت واحد النهار مراتي كون عندك معاها بنية واش انا غنسيبت شي واحد اللي تكرفس ليا على مراتي؟ والله هادشي لا جواد لا دارو بوحدو انا ما في راسي والو اتصلنا بنيه ابن عمه وخذينا التعليمات وشعرنا مع ان المساله دفاع عن الشرف شوف على لا تقدر تاخذي باك وتمشي ولكن مين يحتاجكم راه غتصل بيا الله يهنيك الله يخلص الديسك على خير خلص شويه عليك ابا مرحبا بكم العيالات يجيكم الخير والرباح ها حقي الجوره العزيزه وقبلوا عليا
هي اختك امي زهرة. ايه الزهرة ديال الحلال. عطيني وليدك حلال. الله يكرمك. شدة وزالت. يولي قسم الله في هاد الدنيا بنادم كيدوزو خايب ولا زين. مرحبا بلي دار سيدي ربي. انا بعدا والله حتى فرحت حيت شدوه. هز عليا انا غير ربا مسكين. تكرفت معايا في الكوميساري. الله يا بنيتي. تقولي شاش. شكون اللي عندي من غير كنتي عوينه واحده باش كنشوف الدنيا وشكون قدام عليا؟ لا لا يخطيك عليا با. ما يرضي عليك. خرجتي صدقه حد الباس. ان شاء الله. انا عندي شي جوج قصريات غنصيفطهم مع الدراري للجامع. انا بيني وبينكم نقول لكم واحد الحاجه. هاد اللمه هذه مع الحباب بحال هكا كترد فيها الروح وكتخليني نطمع مازال نعيش في هاد الحياه هذه. بهاد اللمه هذه. بطول عمرك با بطول عمرك. على سلامتك السي تامي. الله يسلمك. خذ هاد الخويا السخون سخن بيه كاشوشك. الله يخلف عليكم. لا لا خطينا على بعضياتنا. امين. امي زهراني. انا السي تامي لا تقول ما فرحانينش بيك انا دايره لك المفوجة. طبقا للقانون وبعد أن اختلت الهيئة للمداولة تقرر ما يلي: في الدعوة العمومية مؤاخذة كافة المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على السيد جواد الصاوي بعشر سنوات سجن نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم وعلى باقي المتهمين أحمد العوني عمار الضمري ومحسن منصور ب5 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. في الدعوة المدنية التابعة في الشكل قبولها شكلا وفي الموضوع الحكم على المدانين أعلاه في آدائهم لفائدة المطالبة بالحق المدني السيدة حليمة الدودي وتعويض مدنيا قدره 300,000 درهم لكل على وجه التضامن مجبرا في الأدنى ورفض باقي الطلبات. باسم جلالة الملك رفعت الجلسة. قالوا الناس سيد النعام اللي هيا سارة ها؟ أنا جاية واخ أنا عجبني فيه القاضي ياك قاعد كيبحلك الحمد لله على طول الله خرجت الطريفة بعدا ولي كي درتي لي الكوف الدقل ولا ما عرفتش منين جاني هذاك الجهد كله ما عرفتش ما عرفتش المهم عندي ما زقلتوش ياك تبداو من الديار الله يسمح لينا عندي جوج عوينات باش كنشوف الحياة حفيدتي وبنتي سعدتنا بك سي تامي سعدتي بيكم سامي يخليك لينا سي تامي مرحبا بالجورة ديال الحلال